في غمرة الاحتفالات بتخريج أفواجا من طلبة المدارس ورياض الأطفال في العاصمة والزرقاء، أقيمت بهذه المناسبة احتفالات بهيجة شارك بها أهالي الخريجين والهيئات التدريسية. إلى التفاصيل. شهدت العديد من المدارس في المملكة حفلات تخريج لطلبتها وأطفالها، فقد رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع حفل تخريج طلاب التوجيه للفرعين العلمي والأدبي في مدرسة الراهبات الفرنسكانيات بعمان للفوج 19 على مسرح المدرسة، بحضور مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسم السمعان، ومديرة المدرسة الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسكانيات الأخت إلين فرح، وجمع من الكهنة الأعزاء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية. واشتمل الحفل على قصائد وأهازيج ودبكات وكلمات ألقاها عدد من طلبة المدرسة. وفي ختام الحفل وزعت سمو الأميرة عالية الشهادات على الخريجين والخريجات بحضور أولياء أمور الطلبة وذويه. تحية شكر وامتنان أسجيها لوزارة التربية والتعليم ولجميع مسؤوليها لعملها الدؤوب وحرصها على أبناء هذا الوطن، ولمديرية التعليم الخاص مديرية التربية والتعليم لواء وادي السير لتعاونهم الدائم معنا. باقة من حروف الشكر المتعلقة أقدمها لرئاستنا العامة لدعمها المستمر، وللأخوات الراهبات اللواتي يسهمن في إثراء هذا الصف، وأخص بالذكر الأم دانييلا عنوان العطاء والتفاني، وأقدر جميع من ساهم في تطريز هذا اليوم المبارك بخيوط الفرح والبهجة. وأجمل عبارات الثناء للحضور الكريم الذي أضاف رونقا خاصا لهذا اللقاء المميز، وإلى لقاء حكاية جيل آخر وعشق هاشمي متجدد وفرح غامر منتظر بإذن الله. بارك الرب الأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وكل عام وأنتم بخير. كل أكاليل الورد كلها ابتسمت في وجهها، يا حلات البسمة تسحر العين لو شفتها. مبروك لكل خريج اللي جاوز مرحلته، الوردية تهدي التحايا ليك انت، مدرسته تحبه وهو يعشق مدرسته. ورعت سموها ايضا الحفل الذي اقامته روضة ومدرسة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة عيد الاستقلال وتخريج اطفال الروضة الكبرى، وتم خلاله عرض أوبريت بعنوان عمان مصباح السلام بحضور مديرة الكلية الأخت كارولين بدر وعدد من الراهبات وأهالي الطلبة الخريجين، حيث قدمت العديد من الكلمات والفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحاضرين. اليوم نرحل مع مدينة الحب الأخوي في حقباتها التاريخية المختلفة، ونعيش الحياة الاجتماعية التي عاشها العمانيون على مدى تاريخه، نقتبس من ضحكاتهم التي نسمعها في كل ركن وفي كل زاوية، نقتبس منها الوفاء لعمان، ونتعلم من لكنتهم البسيطة عمق المعنى والفخر بلهجتنا الأردنية العريقة. ولن ننسى تقديم شكر من ذهب إلى كل القائمين على هذا الحفل، وتلك الأيدي التي صهرت صوت أطفالنا مع الموسيقى ليكون الناتج عراقة بطعم الطفولة. لكل من ساهم في أي مشاركة أو تفصيل أو كلمة لإقامة هذا الحفل، لكم منا الشكر الذي يليق بعطائكم.
واحتفلت روضة كلية راهبات الوردية بمنطقة مرج الحمام بتخريج كوكبة جديدة من أطفالها. رعى الاحتفال سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وبحضور مديرة الروضة الأخت كلوديت دبابنة وعدد من الراهبات وذوي الأطفال، حيث قدمت خلال الحفل فقرات فنية مميزة من أداء الطلبة، وفي الختام وزع سيادته الشهادات على الطلبة الخريجين. ومندوباً عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رعى السيد علي جودة حفل تخريج الفوج 71 لطلبة كلية ترسمطة بحضور مدير الكلية الأب رشيد مستريح والسفير البابوي لدى الأردن ألبرت أورتيغا مارتن وفارس القبر المقدس السيد أكرم كريم وعدد من الكهنة والراهبات وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للكلية وذوي الطلبة. وقدمت خلال الحفل فقرات منوعة من أداء الطلبة الخريجين، وألقيت العديد من الكلمات بمناسبة الحفل. وختاماً في محافظة الزرقاء، رعى مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية قدس الأب وسام منصور حفل تخريج طلبة مدرسة اللاتين في المحافظة، وذلك في قاعة كنيسة الرسل بحضور كاهن الرعية الأب إياد بدر وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية. وبعد فقرات الحفل المنوعة التي نالت إعجاب الحاضرين، وزع قدسه الشهادات على الطلبة الخريجين.